بس عندي فيديوين، رسالتين. أول رسالة من ابن أختك كريم عبد الغني، والرسالة التانية من يسرى اللوزي ومحمد العدل. هتختار واحدة منهم بس تشوفها. كريم حسب أعرف منه، خلينا محمد العدل في الشغل برضه لازم كله يبقى تحت سيطرة الشغل. طب نشوف الريبورت ده. في شباب طالعين نقادها اللي يسيبك من ناس كبار، ناس كبار خلص تقييمهم وكانوا كملوا شخصنا كانش حد هيعبرهم بعد كده. طارق الشناوي طبعا ناقد قديم وكبير ومهم وما بقاش ناقد سينما بس، لا بيتكلم في حاجات كتير قوي. في بعض الاحيان مش بشخص بيحب يبقى مختلف، فأولا بيبقى مهاجم بشكل انا بشوفه غير مبرر. في بعض الاحيان بيهاجم شخصيات مش بيهاجم عمل، انا بشوفه انه بيتجاوز في حق ناس. لكن طارق يظل احد اعمدة النقد السينمائي والفني في مصر. انا مؤخرا بطلت اقرا اي نقد فني، لان مبدئيا في نقاد كتير كبار اتوفوا كنت بهتم برايهم. الراي الشخصي بيخش على النقد الفني. استاذ طارق الشناوي معظم الوقت بيكون قاسي الحقيقه، بس هو في الاخر ما بيرضاش باي حاجه، يعني هو عنده مستوى معين في دماغه بيدور عليه. بس هو طبعا استاذ طارق يعني بيبقى فاهم هو بيتكلم ايه. ساعات كتب عني نقد، كذا مره كتب عني نقد سلبي وزعلت ورحت قلت له ليه كده يا استاذ طارق انت ما بتحبنيش. بس الحقيقه ساعات لما بيبقى في حاجه هو راضي عنها بيكتب. هو الراجل بصراحه فير، يعني ساعات حاجه بتعجبه ساعات ما بتعجبوش. ايه رايك؟ يعني هما الاثنين اتهموك ان انت طبعا دي لا خلاف عليها، يعني ان انت ساعات بتبقى قاسي جدا في نقدك. انا بستغرب من حيث القسوه دي، لانها بتبقى مش للشخص، بتبقى للعمل مش للشخص. ومش جزء تجريح فيك انسان، لا. معلش انا هرجع اقول لحضرتك برضو ساعات التجريح بيختلف من شخص لاخر. يمكن التجريح عند حضرتك الفاظ، هم بالنسبه لهم التشكيك في نجوتهم بيعتبروه تجريح. البعض يسرى انا كتبت عنها كتير ايجابي. نعم. بالمناسبه هي ذكرت بعضه. نعم. لا كتير، لا وبتتقدم. محمد العدل هو بيتكلم، ما اعتقدش انه لا اتذكر حتى، لانه غالبا الواحد ما بينتقدش المنتج، لا بتنتقد العمل. العمل فهو. نعم. ربما في بعض حاجات بنتقد العمل، بطل العمل بتاعه الى اخره يعني. ممكن في حاجات. وبالذات مثلا هو موضوع بتاع صعيدي في الجامعه الامريكيه ده كان عمل مشكله. نعم. انه في هو ده كان انتاج محمد طبعا، او اشترك في انتاجه اكيد، وطلب منه اعادته مره ثانيه بنفس هيعمل جزء ثاني. انا رايي ده كلام توقف. ان ده كلام مش هيتعمل، وده. نعم. كلام مجرد يعني كلام الاستهلاك. محمد ربما جواه مقتنع باللي انا بقوله، لكن ما يقدرش يقول لهنيدي انك ما فيش جزء ثاني. نعم. فهماني؟ مدحت عارف، مدحت اخوه. بس هو صرح على فكره، هو صرح انا ما فيش جزء ثاني. محمد العدل. لا مدحت هو اللي قال. اه لا محمد سايب محمد هنيدي يقول. نعم. ما بيعرضوش، انما مدحت هو اللي قال مفيش جزء تاني. مفيش امل ان انت تتخلى عن اللي هم بيشوفوه جارح في بعض الاوقات، النقد بطريقه جارحه؟ لا انا ما بحبش ان انا اجرح، وبزعل لو حد جرح وانا مش قاصد. مين اللي ممكن تقول له انا اسف ان انا جرحتك دلوقتي حالا؟ اي حد حس في اي كلمه. اسم واحد ارجوك. انت قلت لي ان في بعض الحاجات كتبتها انت حسيت ان انت انه لقيتها قاسيه زياده على اللزوم. مين دلوقتي ممكن تديني اسم تقول انا فعلا جرحته او قسيت عليه؟ بلاش اقول جرحته. قد ما هم كتير مش عارفين نطلع اسم واحد. ممكن ناديه الجندي. ناديه الجندي. اه حسيت ان انت قسيت عليها في نقدك. ممكن.